في الله، كنتم تكونوا بخير وعلى خير. معكم أخوكم فيصل عنطري، مرحبا بكم في قناة فيصل انفو. اليوم الفيديو الثالث ديال مايكروسوفت اكسل. الفيديو الاول شفنا فيه لا بريزونطاسيون ديال الانترفاس ديال مايكروسوفت اكسل، شفنا شويه ديال التعريف ديال مايكروسوفت اكسل. الفيديو الثاني شفنا فيه لا ميزون فورم وكيفاش اكسل كيدير لي كالكول بالمساعده ديال واحد الفونكسيون ديال الجمع اللي هي فونكسيون سوم، وشفنا كذلك الانسيرسيون ديال لي كولون وديال لي لين، وشفنا لي راكورسي ديال الكلافي. كما قلت بانه خصنا نحاولوا ان شاء الله نتعلموا الكلافي مزيان ونحاولوا نتجنبوا ما امكن نهزوا يدينا بين الكلافي ولا السوري باش ما نضيعوش الوقت. دونك هاد الفيديو ان شاء الله غادي نكملوا على لي فونكسيون. الفونكسيون اليوم غادي نشوفوا فيهم ديال الفونكسيون ديال الطرح والضرب والقسمه ديال سوستراكسيون ملتيبليكاسيون ديفيزيون. دونك فوالا، عندي واحد درت واحد ليكزومبل ديسيني ديجا واحد الطابلو باش ما نضيعش الوقت. دونك نتوما الا بغيتو ديسينو ديرو بوز الفيديو وديسينو هي الاولى ان شاء الله، ومن بعد شوفو معايا باش نكملو هاد التيبي. دونك على بركة الله عندنا هاد التيبي عبارة على جدول فيه ثلاثة ديال الأشخاص داروا قرض يعني سلف، ومن بعد رجعوا سلف، وغادي نشوفو ان شاء الله شحال بقى ليهم فداك السلف او داك الكريدي اللي دارو. دونك لون برانتي غوندي غيست غومبورسي. دونك عندنا ثلاثة الأشخاص، محمد رشيد زكريا. هنا الشخص الأول مثلا اقترض مبلغ ديال 20,000 مثلا، رشيد دار قرض ديال مثلا ديال 30,000 درهم، ورشيد دار قرض ديال 15,000 درهم. مزيان، هنا الغوند يعني اللي رجعو مثلا محمد رجع مبلغ 10,000 درهم، رشيد مثلا رجع 15,000 درهم، ورشيد رجع مبلغ ديال 7,000 درهم. هنا الى لاحظتوا كنقول مبلغ يعني مبلغ يعني عملة فلوس، يعني هادو كنعتبرهم فلوس، ولكن حاليا قدامي هنا هادو غير اعداد عاديين، لا فرق ما بين فلوس ولا عدد. يعني الانسان اللي غادي يقراهم غادي يقراهم عدد فقط، 20,000 30,000 15,000 10,000 15,000 7,000. دونك باش يبانوا لينا فلوس يعني ضروري لينا من العمله، يعني اي حاجه باش تبان لنا الفلوس راه خصها العمله ديالها. حنا العمله المغربيه ديالنا هي العمله الدرهم المغربي، يعني كتكتب مات هي العمله المغربيه. مثلا في اوروبا العمله ديالهم الاورو، الامريكا العمله ديالهم الدولار، فوالا كل دوله عندها العمله ديالها. دونك العمله ديالنا المغربيه هي العمله الدرهم المغربي. دونك باش نزيد العمله سهل غادي ندير كما قلت لكم، كنسيليكسيوني كل شيء، ان كل شيء هاد الطابلو معلق كما قلت لكم يعني فلوس. غادي ندير سيليكسيوني، هلو معايا سيليكسيوني، غادي ندير كليك دغوا على واحد السيليل فيهم، كليك دغوا نعاود سيليكسيوني، كليك دغوا غادي يمشي فورما دي سيلول، فورما دي سيلول فوالا. وغادي يمشي نومبر، حطو معايا البال، غادي يمشي هادي فنيت، غادي يمشي نومبر. عندنا هنا تقريبا 12 كاتيجوري ديال لي نومبر، من ستاندار، نومبر مونيتير، كونتابيليتي، دات اور، بورسونتاج، فراكسيون، سيونتيفيك، تيكست، سبيسيال، بيرسوناليزي. حنا دونك حنا غادي نمشي المونيتير. هنا المونيتير باغ ديفو هي كتعطي الاورو سيمبول، يعني الرمز هو الاورو. هنا ديسيمال، شنو هو الديسيمال؟ هما الارقام ما بعد الفاصله، الاغلبيه هو بار ديفو كيعطيهم جوج الارقام، ممكن نزيدهم. لاحظوا معايا هنا ممكن نزيد ممكن نقص، ممكن ما نخليش نخلي غير رقم واحد ولا ما نخليش كاع. لاحظتوا هنا راه كيتغير، دونك حنا نخليهم جوج الارقام بعد الفاصله. دونك كما قلت لكم العمله المغربيه ديالنا حنا هي المات. كيفاش غادي ندير غوشيرش؟ كيفاش غنلقاها؟ غادي نجي نكليكي على هاد الخانة فاش كان اورو، وغادي نكتب وغادي نمشي للكلافي نطابي ام فوالا، اوتوماتيكمون كيلقاها ليا. هي مات هي الدرهم المغربي، درهم ماروكا فوالا. كنسيليكسيونيها وكندير اوكي، نعاود ندير كونترول زيد، غنسيليكسيوني كلشي وندير كليك دغوا. اتونسيون سيليكسيوني، كنسيليكسيوني كندير كليك دغوا هنا، الا درت كليك دغوا على الاخر ديال الطابلو راه غادي سيليكسيوني هاد السيلول.
متفقين؟ يعني هنا غادي نمشي لفوق سيليكسيون ديالي، فوق واحد العدد من هاد الاعداد، كليك دغوا نمشي لفورما دي سيلول، نمشي للنوم، وغادي نمشي للمونيتير. المونيتير هي فاش كاين العملات. هنا العمله كيما قلت لكم هي الاورو، اللي هي بار ديفو هي الاورو. العمله ديالنا هي ماد، هي الدرهم المغربي، درهم ماروكان. غادي نكليكي فوق هاد الخانه فاش كاين الاورو، وغادي ندير ام، انطابي بالكلافي ديالي ام، فوالا غادي يخرج ليا ماد. هنا هما الارقام بعد الفاصله، سواء نزيدهم ممكن نزيدهم، ولا ممكن نخليهم جوج الارقام ولا نقصهم. فوالا اوكي، فوالا اوتوماتيكمون دابا كيبان لي بان عمله هنا 20000 درهم، يعني 20000 درهم، 30000 درهم، 15000 درهم. سي كلير. دونك هنا غادي نمشي ندير الحساب، نحسب غيست رومبورسي، يعني شحال بقى لهاد الناس ماشي باش يخلصوا. كما قلت لكم اكسل يعني ماشي يدير لي كالكول، يبدا يدير كالكول راه باينه كما قلت لكم في الفيديو اللي قبل، لانه غاد كيبدا برمز يساوي سين ايغال، دونك ايغال كيبدا بالسين ايغال باش يدير العمليه الحسابيه. دونك هنا سهله، يعني الامبرانتي يعني شحال اقترض ناقص شحال رجع. فوالا كندير اونتري باش نفاليدي لي كالكول، يعني كيما نعاود يعني ندير ايغال لو كونتوني ديال السيلول. هو راه كيما شفنا راه ما كيشوفش هو هاد الاعداد، اكسل هو ما كيبانلوش هاد الاعداد، كيبانو لي لو كونتوني يعني المحتوى ديال هاد السيلول، ديال هاد الخليه، يعني الخليه لو كونتوني ديال السمي ديال الخليه فاش كاين 20000 درهم هي سي 4. سي كلير. كنقص منها المحتوى ديال الخليه دي 4. سي كلير. يعني هو ما كيشوف ما كيبانوش هاد الاعداد، هما الاعداد كيبان غير المحتوى شحال كاين في ديك الخليه. دونك اونطري هذا هو لي كالكول ديالنا، يعني 10000 درهم، يعني السيد محمد عنده الغيستا مونبورسي بقى ليه 10000 درهم. فوالا هذا هو اللي قلنا لي كالكول عاديين، ولكن اكسل عنده فونكسيون باش كيدير الطرح، يعني باش كيدير الطرح. دونك غادي ندير سوبريمي. فوالا كنمشي كنتكليكي على واحد المره كليكي سوبريمي. فوالا هنا غادي ندير الفونكسيون ديال باش يدير ليا العمليه بلي فونكسيون. دونك غندير ايغال، غادي ندير فونكسيون سوم، غادي نقول لي فونكسيون سوم ديال الجمع. فوالا ديال الجمع وديال الطرح. دونك غنمشي ندير كليك دوبل كليك، غادي نسيليكسيوني الخليه الاولى، وغادي ندير بوان فيغول، ردو معايا البال، بوان فيغول، وغادي ندير ناقص، ونمشي نسيليكسيوني الخلية الثانية اللي هي دي كاتر، أونتخي، نعاود كونترول زد، إيكال فونكسيون سوم إس أو دوزيام أو. كنمشي كندير لها دوبل كليك، لا مانيش ندير لقا، ندير اللي ما لقيتش القوس، كنمشي ندير لها بلا سوري دوبل كليك. فوالا كنمشي كنسيليكسيوني مره واحده الخليه فاش كاين لومبرانتي، يعني سي 4 بوان فيغول ناقص لو كونتوني ديال دي 4، كندير اونتري. فوالا نتمنى من نهار واضحة وسهلة، يعني ما فيهاش شي إشكالية. دونك كندير كوبي لهاد الفونكسيون. فوالا كنمشي ندير دوبل كليك، كنمشي لكونتيني ديال دوبل كليك، يعني حسب ليا لو سون ديال زكريا. وكذلك اتونسيون، بعدا لين وقع ليا بحال هاد المشكل، يعني تعمدت باش ندير هاد المشكل، وقع لي هاد المشكل معرفتش، يعني تخربقات لي الفونكسيون. باش نرجع للحالة العادية ديال هاد، بقى لي الفونكسيون بلا يعني بلا ما ندير ايفاسي ولا والو، كندير ايشاب. ايشاب ايشاب راه كاينة في الفوق ديال الكلافي ايشاب، فوالا باش ترجع للحالة ديالها العادية، يعني يعني الكونتيني ديال هاد السيو ترجع للحالة ديالها العادية. دونك اونتخي باردون دوبل كليك، هنا دوبل كليك يعني دال الكالكول ايشاب. فوالا يعني تعمدت باش ندير هكا ايشاب باش نرجع الفونكسيون ديالي كيما كانت ايشاب. فوالا كنتمنى بانه التمرين يعني تيبي واضح. دونك درنا دابا لي كالكول ديالنا، باش ندير اونجستري، باش ندير اونجستري بالكلافي، يعني ملي محتاج نهز لا سوري نمشي للبوطون اوفيس وندير اونجستري، ولا اونجستري هنا في لاكسي رابيد. عندي لي راكورسي، يعني عندي لي راكورسي في الكلافي ديالي هي كونترول
بلس اس كنترول بلس اس فوالا دابا راه الفيشي الكلاس سور لي انريجستري كنترول اس وهذه راكورسي اللي كنوري لكم راه كيخدموا كامل في الويندوز باش يعني هذه كملاحظه هذه لي راكورسي كامل كاين مثلا سواء كنترول زد ولا كنترول اي ولا كنترول اس ولا هاد اللي كذلك شي وحدين اخرين اللي غادي نوري ان شاء الله من بعد راه كيخدموا في الويندوز كاملين خصوصا كنترول اس يعني هذه حاولوا تولفوها يعني عافاكم حاولوا تولفوا كنترول اس لان اغلبيه كيخدم يعني كيخدم حتى الاخر الله يحفظ كيتقطع الضو ولا كيوقع شي مشكل يعني كيلقى الخدمه ديالو مشات واخا يعني الويندوز يعني كيرج يعني كيرجع كيحاول يرجع ولكن شي حاجه ما مضمونهاش 100% باش باش نكون واقعيين يعني شي حاجه ما كان ماشي مضمونه 100% اللهم انا ندير الاحتياط ديالي كنخدم دقيقه جوج دقائق خمسه دقائق كنترول اس راه ساهله سبعين الاول على كنترول وسبعين الثاني على اس راه يعني عادي فوالا الخدمه ديالي يعني مونجستري ما فيهاش حتى شي موقع عليها حتى شي مشكل